تفاصيل اكتر هنعرفها في من خلال اتصال هاتفي. معانا المستشار عادل الشرباجي، عضو اللجنه العليا للانتخابات. مساء الخير يا سياده المستشار. مساء الخير يا فندم. يعني طبعا جهد كبير بتبذله اللجنه العليا للانتخابات مقدر، ولكن بطبيعه الحال في اي انتخابات بيكون فيها تفاصيل يعني خارجة عن التنظيم اللي كان مقرر، واعتقد ان الحالة بتاعت الاربع دوائر دول جزء من هذا الامر. يعني بداية عايز اعرف من حضرتك، هل سيتم فتح باب الترشح مرة تانية في هذه الدوائر؟ هو ان شاء الله الاسبوع الجاي هيبدأ المرحلة الثانية من الانتخابات زي ما حضرتك قلت دلوقتي، القاهرة ومحافظات الدلتا عدد 3000. اي يا فندم مع حضرتك، عدد 13 محافظه. 13 محافظه، وتم الاعداد لها وتم تحديد مقر الانتخابات وتشكيل الاوضاع فيها، و حوالي 80% من الاوضاع تم تسكينهم في الدوائر الانتخابيه، و يعني الامور ماشيه على قدم وساق. نقل الاوضاع اتفق عليه، يبقى متبقي ان شاء الله بعد ما ننتهي. طب عايز حضرتك فندم بالنسبه لتسكين الاوضاع، المرحله دي اللي فيها سينا، المرحله الثانيه فيها سينا فندم، هل كان في مشاكل في هل تم تسكين الاوضاع في سيناء، وهل كان في اي مشاكل في مساله التسكين؟ ما فيش مشاكل بالنسبه لسينا، لان النهارده لم يتم تسجيلها ولا الغائها او غير ذلك. الامور ماشيه على قدم وساق، وان شاء الله تتم الانتخابات في تم التسكين يا فندم. هل تم التسكين يا فندم القضاء في سيناء؟ يعني مقصود بالتسكين ايه؟ مش يعني هو كل واحد عارف الدايره اللي هو عارف، كل واحد عارف الدايره اللي هو هيشرف عليها، انه عارف الدايره اللي هيشرف تمام عليها. تمام. هل في اجراءات استثنائيه لتامين القضاء فندم؟ هل في اجراءات استثنائيه لتامين القضاء في سيناء، المشرفين على الانتخابات في سيناء؟ تامين القضاء المشاركين في الانتخابات سواء في المرحله الاولى او الاعاده او المرحله الثانيه او الاعاده تم تماما، وحماية كاملة من بهذا الأمن ومن القوات المسلحة، وما فيش أي مشاكل بالنسبة لتأمين القضاء. تمام. حضرتك بعد انتهاء المرحلة الثانية بجولة الإعادة سواء في الخارج أو الداخل، هنبدأ على طول في فتح باب في إجراء الانتخابات في الدوائر الأربعة اللي صدرت أحكام ببطلانهم، لان الحكم بيقول لك لابد من اجراء انتخابات خلال 60 يوم من تاريخ الحكم. وان شاء الله على بعد ما ننتهي من المرحله الثانيه هنبدا على الفور في الدوائر الاربعه على طول. هل تم تحديد ميعاد يا فندم؟ لا لسه لم يتم تحديد ميعاد، انما يعني يعقب المرحله الثانيه والاعاده على طول إعادة الانتخابات في ال. طيب هل سيتم فتح باب الترشح مرة أخرى، ولا هيتم الاقتراع على اللي ترشحه من قبل بالفعل من قبل؟ حتى الآن هيتم الاقتراع على المترشحين، لأن بطلان الانتخابات الحكم صادر ببطلان الانتخابات وليس بطلان الترشيح. تمام. طيب هل حضرتك يا فندم الأربع دوائر دول يأخروا انعقاد البرلمان، ولا ممكن البرلمان ينعقد لحين؟ لا هيتعقد النهارده. افرض دلوقتي اثناء انعقاد البرلمان خلت دائره لاي سبب، تمام، لاسقاط عدويه، لوفاه، هل البرلمان بيتوقف؟ لا يتوقف. لا طبعا. تمام. سياده المستشار عادل الشرباجي، عضو اللجنه العليا للانتخابات، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على التوضيح لكل تفاصيل المرحله الثانيه من الانتخابات.